او فريق الطايره بالاخص مفرحنا للنجم 14. بالمناسبه عايز اقول لكابتن حمدي الصافي مدير فني لكره الطايره سيدات كل سنه هو طيب، عيد ميلاده مش هقول السن عشان، لكن بقول كل سنه وهو طيب، يستاهل كل خير ما شاء الله. ادى النادي الاهلي كتير كلاعب وادى كتير كمدير فني، كل سنه وهو طيب. ومعانا نجم كبير على الهوا دلوقتي حالا، هناخده على التليفون. نجم كان كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، ونجم انا يعني فعلا عاشرته كتير، وحاجه فوق الرائعه الاحترام والادب، وغير ان هو سوبر ستار في لعبته، كابتن هاني مصلحي. مساء الخير. اهلا فنون خالد، ازيك حبيبي، اخبارك؟ اخبارك ايه؟ انت عارف انا ماشي يعني ماشي في الشارع كده ولقيتوا قاعدين كلكم، فيعني كنت زعلان قوي ان انا ما اتفرجتش على الحلقه الحقيقه. معلش. قلت بس يعني اقول لكم مبروك، واقول للميدو وبقيه الرجاله اللي كانوا يعني مفرحيننا طول الايام اللي فاتت. اسبوع ما كانش لطيف على مستوى يعني فرق النادي الاهلي، لكن هم كانت فرحتهم يعني كانت كبيره قوي بيهم فعلا، وشرفونا الحقيقه يعني. فاحنا بس عايز ابارك لهم كلهم. كابتن هاني، دايما كنت بشوفك معايا وانت بتحلل ان انت فرحان لميدو اكتر ما بتفرح لنفسك بصراحه، يعني احساسك كان عالي جدا جوه التحليل. اخوك كبير. اخيرا الجيل خد حقه، صح؟ مبسوط انت اخيرا الجيل حد قول لي. بص يعني احنا انت عارف انا في كلمه بقولها كده، ان احنا يعني حرمنا اللحظه دي، صح. ان احنا نشوف يعني الجيل بتاعنا دلوقتي ماسك ما شاء الله في المنتخبات وفي الاهلي والجيش والزمالك. فميدو يعني الحقيقه عمل يعني شغل رائع الحقيقه، مش عشان اخويا بقى يعني، كل الناس شايفه دي حقيقه اللي عمله. يعني في ثلاث سنين انا قلت ان كان في ثلاث سنين الاهلي بعد عن منصه التتويج. ميدو يعني كانت لعيبه الاهلي كلها يعني اللعيبه المميزين كانوا مشوا من الاهلي، كان في مشاكل كتير. هو قدر في الثلاث سنين دول يجمع الفرقه تاني، وجابوا لك صغيرين، وقدر يعمل فرقه محترمه جدا ما شاء الله يعني. فانا ببارك له طبعا على الهواء، وبارك لكل النجوم اللي موجودين كلهم. انتوا يعني بجد مش شرفتوا بس الاهلي، شرفتوا مصر كلها. شكرا كابتن هاني مصلحي. الخط قطع، لكن معلش اعذرونا، لازم هنخش سريعا لان الحلقه بتخلص. دكتور حسن